السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زبائننا الكرام، كما عودناكم بتسجيل فيديو على أرض الواقع. هذه حقيبة صح؟ ماركات يو آر ماي سانشاين، لكن هي مش حقيبة بس. تعالوا نشوف إيش بداخلها. افتح شوف إيش بداخلها. يعني متينة في صنعها، فتنامية قوية سهلة. طبعا الأمهات يعرفين قيمة هذه الحقيبة. الآن هذه مش بس حقيبة، هذه أيضا سرير الأطفال مع حقها الفرش. طبعا الفرش عازل للماء أو التسرب، فيها عدة أغراض في الخلف أو عدة جيوب. تمام، لو سمحت افتح نشوف ايش داخلها. شوف ممكن تحط كمية كبيرة من الأغراض. طبعا الأم طبعا الطف افتح. أيوة طبعا، حتى الرضاعة، حتى الحليب، حتى دبات الماء، وسهلة الفتح وسهلة الاستخدام. ونتشرف بزيارتكم ومكيرنا في المركز الليبي